خلونا نعود للشأن المحلي مرة أخرى. والحقيقة أن الدولة هناك تصميم يعني على أخذ حقوقها من المخالفين، يمكن اللي بيتم من جهود في تحصيل مخالفات البناء هو خير دليل على هذا الكلام، وإقدام المواطنين على أمر التصالح ده أمر إيجابي وصحي جدا لكل الأطراف، لأنه كده هيضمن توصيل المرافق الأساسية للبناء بتاعه من كهرباء ومن مياه ومن صرف صحي و و و و ومن جانب آخر الدولة هنا بتضمن حق المواطن الآخر، وده طبعا عن طريق توجيه أموال المخالفات للارتقاء بالعديد من الخدمات التانية، من النقل والمواصلات، التعليم، الصحة، الطرق، التموين، البنى التحتية، الخدمات بشكل عام. على فكرة ما كانش غريب لما مواطن من كفر الشيخ بيتصالح على مخالفات 9 مباني متجاوزة وبيدفع إجمالي مبلغ 33 مليون جنيه، ده مش نوع من انه بيجبي، يعني الحقيقه انه ده فرد وفي شكل من اشكال المصالحه، واكيد مفيد لكل القانتين في هذا البناء. ويعني وزي ما حضراتكم عارفين ان شكل التصالح مختلف عن الغرامات، وفي دوله مع من يتصالح هناك مش تسهيلات ولكن شيء من اشياء المرونه. عايزين نقفل هذا الملف ونحله للمواطنين ولينا وللدولة المصرية طبعا. خلوني أستقبل عبر الهاتف سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كبر الشيخ. يا سيادة اللواء أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. لو حضرتك تكلمنا عن هذا الملف كفر الشيخ أكبر وإيه المصالحات والمخالفات في البنى. الحقيقة في إطار إجراءات الدولة لضبط منظومة البناء وبناء على تعليمات السيد الرئيس، الحقيقة في إطار الموجة 16 الدولة جادة، مواطنين حاسين إن الدولة جادة في ضبط المنظومة، أي مخالفة بيتم التعامل معها، المواطنين ابتدوا ينضموا تحت لواء القانون في منظومة التصالح، ابتدت المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين اللي تم إجراءات مخالفتهم على مدار السنوات السابقة. الدولة مدت نظرا للإقبال للمخالفات ما قبل 15/7، كان المفروض المهلة تنتهي 15/8، تم مدها ل 15/9. المواطنين ابتدوا يحسوا انه لازم يقنن وضعه، لازم المخالفات اللي تمت دي اذا كان يجوز تقنينها. تقريبا سيادة المحافظ نسبة المصالحات قد ايه اللي تمت؟ هو احنا حتى الان حوالي 33,000 مصالحة على كافة المراكز ومدن وقرى كفر الشيخ. هل في رصد لحجم المخالفات المتبقي لحضراتكم شغالين عليها؟ مفترض ان احنا عندنا يعني عدد تقريبا يقترب من ثلثين هذا الرقم. ثلثين هذا الرقم. النسبة الأكبر يا سيادة اللي هو بيتقدموا للتصالح ولا بيتم أخذ معهم الإجراء بشكل عام في كفر الشيخ؟ بص يا فندم، هو الحقيقة أنا بشيد بالمواطنين، المواطنين كله عايز يستظل بالقانون، عايز يستفيد بأنه يتقدم في التاريخ المطلوب ما قبل 15/9. حسوا كمان الدولة في كافة المحافظات، الحقيقة واحنا عندنا في كفر الشيخ نزلت قيم التقدير للمخالفات السابقة على المتر، نزلت تقريبا من 25 إلى 40%، وبالتالي المواطن عايز يستفيد بمدة التاريخ المحدد للقانون، وعايز يستفيد بالقيم اللي نزلت من المصالحات، وعايز بقى يستفيد ان المبنى بتاعه بدل ما هو مبنى بلا مرافق بلا استفادة يستفيد انه بعد كده يستفيد يطلع لهذا المبنى ترخيص، يبتدي يدخل مرافق، يبتدي تعود الحياة الى المبنى ويستظل بالسكان. اتمنى انه باذن الله كل نوعيات المخالفات اللي موجودة تندرج تحت مظلة القانون. الحقيقة في اقبال غير عادي خاصة في القرى والمدن الرئيسية عندنا في كفر الشيخ. الجانب الآخر إن اللي مش هيستظل بمظلة القانون هيبقى في
الموجات المتلاحقة حاليا، يعني احنا في اطار الموجة 16 اللي ما دخلش تحت مظلة القانون للاسف، احنا بنضطر نعمل ازالة لتلك التعديات. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.